حضرتك بتكلمنا عن النشاطات بقى الخاصة بوزارة الشباب والرياضة التثقيفية وغيرها برضو، يعني ده بالإضافة طبعا للرياضية، فممكن تستفيد بقى معانا في دي، لأن هي جزء أعتقد لا يتجزأ برضو من فكرة صناعة بطل. طيب، كان امبارح عندنا ختام تالنت بالعربي. تالنت بالعربي مواهب فنية على أعلى مستوى، كان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من السادة المحافظين وكبار الإعلاميين والفنانين. حاجة كانت ولا أروع. ما تعزمناش ليه طالما كبار الإعلاميين يا دكتور؟ بعتنا لكل الناس. ماشي، هنعدي دي المرة. وكمان عندنا حاجة اسمها بقى إيه؟ إبداع مراكز الشباب وأندية. أندية أول مرة بيتعملوا مراكز الشباب في نسخته الثالثة. تمام، في الاخر هنطلع حاجه او هنطلع منتج منه اسمه حقق حلمك. اشترك في النسخه الثالثه دي، كانت اونلاين، اشترك ما يقرب من 60,000 مشارك في مجالات الادب والفن والغناء والشعر والترانيم والتعليق الرياضي والمذيع والمراسل التلفزيوني. طبعا تم تصعيد او وصل من 60,000 110، تم تصفيتهم الى وصل ل 66 فائز. ال 66 فائز دول او 66 مبدع دول هيبقوا تحت برنامج اسمه حقق حلمك، هترعاه وزاره الشباب والرياضه. ده بالتنسيق مع وزاره تانية، لان هو لو بنتكلم على حقق حلمك هو شويه مش مرتبط بس بوزاره الشباب والرياضه، بتهيألي كده. احنا بنتعامل مع كل المؤسسات، بنتعامل مع كل الوزارات، وزاره الشباب والرياضه تتعاون مع الجميع. يعني في تنسيق بين كذا من اجل الشباب والنشء والمبدعين وصغار المبدعين وكمان رعايتهم. الابداع مراكز الشباب يعني هي يعني حاجه مش بس بنهتم في مراكز الشباب بالمجال الرياضي، لا ده احنا كمان بنهتم بالمجال الابداعي والتثقيفي في مراكز الشباب عشان نقدر نطلعهم. احنا قلنا بنروح كل حته في مصر عشان ندور على المبدعين، عشان نكتشف الموهوبين في كل المجالات. دي برضو احد المبادرات الهامة والمشاريع الهامة والبرامج الهامة اللي بتنظمها وبتنفذها وزارة الشباب والرياضة. كمان عندنا مبادرة أخرى خاصة بالشباب، وكانت هي مهمة جدا، يعني إبداع جامعات، وده على غرار طبعا إبداع مراكز الشباب والأندية، ده يعني منبثق من نفس الفكرة، ولكن دكتور أشرف صبحي طورها عشان نستوعب كافة الأعداد على مستوى الجمهورية، لأن مراكز الشباب فيها بالفعل مبدعين، وزي ما قلنا احنا تم تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.